يمضي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمصر في طريق واضح المعالم نحو إصلاح شامل حتى نجح في تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها. واجهت مصر تداعيات سياسية واقتصادية عالمية، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة وتمتعت بالمرونة والتنوع منحت الدولة المصرية والاقتصاد المصري القدرة والصلابة اللازمة للحد من تلك التداعيات. شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. لم يكن استرداد الوطن طريقاً مفروشاً بالورود، بل كان محفوفاً بالمخاطر التي اقتحمها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنية مخلصة وإرادة لا تقبل الكسر إبان قيادته للقوات المسلحة في تلك الفترة العصيبة من عمر الوطن. فكانت المكاشفة منهجه، وكان الصبر والتحمل من الشعب ضمانته للعبور بهم من النفق المظلم إلى بر الأمان. شرف عظيم أن أتولى رئاسة مصر التاريخ والحضارة العظيمة، مهد الأديان ومصر الأنبياء، منبع الفنون والآداب والعلوم، ومسؤولية كبيرة أن أكون مسؤولاً عن بلد بقيمة وخصوصية مصر. لم يكن يوماً صاحب شعارات واهية ووعود وردية، بل جاء برعاية شعب وأجندة عمل لينجز محطة رئاسية في خريطة طريق إنقاذ مصر، ويتولى مقاليد الحكم بانتخابات ديمقراطية نزيهة شهد لها العالم بأسره. رئيس جاء ملبياً لنداء شعبه ليسدل الستار على قصة وطن عاش على مدار عام كامل تحت حكم جماعة إرهابية تتاجر بالدين وتستهتر بالوطن، تبيع جغرافيته لمن لا يستحق، وتكتب تاريخه بدماء المصريين. فمنذ 3 يونيو عام 2014 كتب يوم فاصل في تاريخ مصر، وبدأت حكاية وطن واستمرت لقرابة 10 سنوات تسلم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمانة وفاز بثقة الشعب 3 مرات، ليمضي بمصر في طريق واضح المعالم نحو إصلاح شامل حتى نجح في تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسستها من دستور وسلطة تنفيذية وتشريعية، ليشكلوا مع السلطة القضائية بنياناً مرصوصاً واستقراراً يترسخ يوماً بعد يوم. كان لابد أنك أنت في إطار تثبيتك للدولة تعمل مجموعة إجراءات ومشاريع تخدم تستهدف كل النقاط التي تؤدي إلى اهتزاز الدولة. الناس اتطمنت، لا ده الكهرباء خلصت، لا ده الغاز خلص، لا ده الطرق مش عارف إيه، لا ده احنا الصرف الصحي، لا ده المية، بس هل احنا حلنا كل المسألة؟ لا لسه. لكن في الآخر محصلة ده كله خلى عناصر ثبات الدولة أكتر من قبل كده. ولأنه لا استقرار مع الإرهاب، دخلت الدولة المصرية في معركة بقاء وصمود أمام براثن الإرهاب الغاشم باتخاذ نهجاً شمولياً في مكافحته، إلى جانب رفع كفاءة وجاهزية القوات المسلحة وتنويع مصادر السلاح. سيحكي التاريخ يوماً كيف كان العبور بمصر وشعبها من حافة الخطر والفوضى والضياع إلى بر السلامة والأمان والاستقرار صعباً وقاسياً. كم كان الثمن المدفوع من دماء أبنائنا غالياً وعزيزاً، وكم كان حجم العمل والصبر والجلد وإنكار الذات كبيراً
فوق التصور. ومضت الدولة وفق خريطة تنموية عملاقة ومخطط استراتيجي لإعادة الوطن لمسار الإصلاح والبناء بعد أن دارت تروس العمل بالمشروعات القومية التي فاقت أعدادها ما تم إنجازه في أكثر من 30 عاما ماضية. ولعل بكورة تلك المشروعات جاءت بميلاد قناة السويس الجديدة، وتبعها مشروع تنمية محور قناة السويس وتنمية سيناء، مروراً بخلق جيل جديد من المجتمعات العمرانية الذكية تتصدرها العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب المشروعات الزراعية والاستزراع السمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وإنشاء مدن صناعية متخصصة لتعميق التصنيع المحلي، فضلاً عن تحقيق نقلة نوعية بشبكات الطرق والكهرباء، كما شهدت مصر أكبر اكتشافات للغاز في تاريخها. العمل والصبر. الصبر لوحده ما فيش، والعمل لوحده ما ينفعش، لازم الاثنين مع بعض نشتغل ونصبر. وكغيرها من دول العالم، واجهت مصر تداعيات سياسية واقتصادية عالمية انهارت أمامها أعتى الأنظمة وأقواها على الإطلاق، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة والمتميزة بالمرونة والتنوع منحت الاقتصاد المصري القدرة والصلابة اللازمة للحد من تلك التداعيات، كما جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي من بناء الإنسان منهجاً تسير الدولة على خطاه، وأولوية قصوى قوامها الحماية الاجتماعية والإسكان والتعليم والصحة. تكللت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لأول مرة في مصر. وإذا كنا نتحدث عن عهد يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي، فسيتوقف التاريخ أمام عناوين رنانة كحياة كريمة، التحول الرقمي، توطين الصناعة، الحوكمة، الابتكار والبحث العلمي، تطوير عواصم الجمهورية. فهي آليات وملفات لم تشهدها مصر إلا في هذا العهد بالفعل لا بالقول، كما اقتحمت مصر عصر النقل الذكي بمشروعات القطار السريع والمونوريل المعلق والقطار الكهربائي. ويحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي إرساء مبدأ التواصل مع جميع فئات الشعب، بدءا من الشباب، مرورا باهتمامه بتمكين المرأة ودعم ذوي الهمم، وصولا للاهتمام بالأطفال والمسنين. فمصر للجميع، وأنا رئيس لكل المصريين من اتفق معي أو من اختلف. وخارجياً، نجحت مصر في اتباع سياسة خارجية متوازنة ومنفتحة على كافة دول العالم، قائمة على الاحترام والمصالح المشتركة مع التمسك باستقلال القرار الوطني، سياسة أعادت مصر لدورها الإقليمي والعربي والدولي الرائد، وعززت مكانتها وسط دول العالم. هكذا سيتوقف التاريخ طويلاً أمام معجزة كبرى حققها المصريون، وهكذا يراهن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائماً وأبداً على الشعب المصري وقدرته على تحدي التحدي، رهان مقابل ثقة غالية منحها الشعب له لثلاث مرات متعاقبة. ويبقى العمل والصبر عنوان وثيقة العبور بالوطن إلى الجمهورية الجديدة، قيادة ودولة وشعبا. أعاهد الله وأعاهدكم بأن أظل مخلصا في عملي، مقاتلا من أجلكم وبكم، لكي تظل مصرنا العزيزة الغالية في مقدمة الأمم.